اليوم الحمد لله التقينا وعرفنا كثير من التحديات والصعوبات وأيضا الفرص اللي موجودة لهذه المنشآت في هذه المحافظة المباركة. بإذن الله نستطيع بالعمل مع الغرفة التجارية في محافظة جدة أن نعمل على إيجاد مراكز متخصصة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك إيجاد مراكز معلومات متخصصة فيها لتساعد مثل ما ذكرت في البداية لهذه المنشآت في نموها وأيضا تنافسيتها. هذه أحد المتغيرات الإيجابية اللي نحن كغرفة جدة أدركناها، وأنه نحن لازم نتعاون ونكون في خدمة وتمكين هذه البرامج والهيئات لتحقيق أهدافهم اللي هي تخدم الرؤية وتخدم خدمة المنتسبين. وبالتالي هذا يعني له أهمية كبيرة، لأنه في صلب دورنا كغرف تجارية أنه نحن خدمة منتسبينا، وهذا يصب في هذا المحور. الاتفاقية اللي تم توقيعها اليوم ما بين منشآت وما بين غرفة جدة هي اتفاقية تعاون استراتيجي مهمة جدا. نهدف من خلال الاتفاقية إلى دعم تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في محافظة جدة.